والله توقعاتي النادي الاهلي في ظل الموتسيباري دلوقتي ابتدى فيه تشكيل الى حد ما ثابت وابتدى يبقى فيه انسجام بين اللعيبه، فالتوقع ان شاء الله الاهلي الفوز باذن الله. النتيجه 2-0 قفشه وعلي معلول. ممكن شايفه ان هو ممكن يخلص 1-0 وممكن اللي يجيبه محمد الشريف. انا شايفه انه هيبقى 2-0 ولو 2-0 ممكن قفشه وشريف. توقعاتي ممكن الاهلي يكسب 2-0، الاهداف ممكن محمد شريف وعلي وديان. ان شاء الله باذن الله انا متفائله خير باذن الله. النادي الاهلي انا متوقع ان هو باذن الله يبقى 2-0. والله ان شاء الله ربنا هيسهل الامور ان شاء الله والاهلي هيكسب بامر الله. ان شاء الله الاهلي هيكسب 4-1 اكيد يعني. ان شاء الله ان شاء الله 3 ومحمد شريف 2 وقفشه 1.